أهلا ومرحبا بكم في قناة Français pour tout le monde. Alors aujourd'hui, on a un cours de prononciation. درسنا اليوم سنتعرف من خلاله جميع قواعد النطق باللغة الفرنسية. كل ما تحتاجونه هو القليل من التركيز وتكرار الكلمات من بعدي. لكي نتحدث ونكتب نستعمل الكلمات. هذه الكلمات تتكون من حروف وتحتوي اللغة الفرنسية على 26 حرفا A B C D E F G H I J K L M N O, P, Q, L, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. وتنقسم الحروف الأبجدية الفرنسية إلى حروف متحركة تسمى les voyelles, حروف متحركة تسمى les voyelles, وحروف ساكنة تسمى les consonnes. الحروف الساكنة تسمى les consonnes. الحروف المتحركة هي A, O, E, I, U وهي تقابل الشكل في اللغة العربية مثل الفتحة والضمة والكسرة في اللغة العربية. أما بقية الحروف فهي الحروف الساكنة. لنبدأ بأول حرف. La lettre A. La lettre A. Mitel. Page. La. حينما يأتي بعد حرف A حرف I تنطق A. A. Mitel. G. G. M. M. G. ج. حينما يأتي بعد حرف أ حرف أ تنطق أو. أو. مثال شو. جون. جون. ننتقل الآن إلى حرف ب. مثال بيبي. ننتقل الآن إلى حرف س. وهنا نلاحظ أن هناك العديد من الحالات الخاصة. تنطق كحرف السين إذا جاء بعده الحروف المتحركة إي أو 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 إغريك. مثال على ذلك بلاس إذا نطقت كحرف السين لأن بعدها الحرف المتحرك أو. بلاس. كذلك سي جاء بعدها أ فنطقت كحرف السين سي. إيسي نلاحظ هنا جاء بعدها حرف إي. إيسي. كذلك سيكل بعدها حرف إغريك فتنطق كحرف السين سيكل. أيضا عندما تضاف لها علامة CCD فهي تنطق كحرف السين. مثال على ذلك garçon. garçon. حينما يأتي بعدها حرف H تنطق كحرف الشين. مثال على ذلك chaise. chaise. إذن دائما بعد حرف C حينما تأتي بعده حرف H تنطق كحرف الشين شيز. حينما يكرر حرف سي مرتين ويأتي بعده حرف أ أو حرف إي فهي تنطق إكس. مثال على ذلك أكسيدون. ننتقل الآن إلى حرف دي. دو. حرف أ له العديد من العلامات المميزة. مثلا
l'accent aigu. مثال على ذلك بيبي. لدينا أيضا accent grave. مثال على ذلك père. Père. لدينا كذلك accent circonflexe. مثال على ذلك tête. لنتمم باقي الحالات المتعلقة بحرف E. إذن حينما يأتي بعد حرف E حرف A وحرف U ينطق معا ك O. مثلا بو. بو. مثال آخر O. O. حينما يأتي بعد حرف E حرف I فهي تنطق كالتالي viens viens viens. حينما يأتي بعد حرف E حرف R وهي غالبا نجدها في آخر الأفعال فهي تنطق كحرف A. مثلا donner. حينما يأتي بعد حرف E حرف U فهي تنطق E. مثال على ذلك de. ننتقل الآن إلى حرف F. في. ننتقل الآن إلى حرف G. وهنا نلاحظ العديد من الحالات الخاصة. فإذا جاء بعد حرف G الحروف المتحركة إي أو 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 إي غريك تنطق مثل حرف G. مثلا باج. إذا نلاحظ هنا جاء بعدها الحرف المتحرك أو فهي تنطق باج. لدينا مثال آخر جيلي تنطق كحرف الجيم لأن بعدها حرف إي. جيلي. أما إذا جاء بعدها أي حرف آخر فهي تنطق غ. مثلا غران. 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 غوم. 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 حينما يأتي بعد حرف ج حرف ن فهي تنطق ني. مثال على ذلك كومبانيو. كومبانيو. ننتقل الآن إلى حرف أش. عندما يأتي في أول الكلمة لا يلفظ ويسمى باسم أش صامتة. أش ميوي. أش ميوي. مثال على ذلك أوبيتال. أوبيتال. أم. أم. أونورابل. أونورابل. ننتقل الآن إلى حرف إي. مثال باري. حرف جي جولي. حرف كا. كراش. حرف ال لي. حرف ام مي. حرف ان ني. إذن كل هذه الحروف لا تتوفر على حالات خاصة فهي تلفظ بطريقة عادية. ننتقل الآن إلى حرف أو وهو يتوفر على بعض من الحالات الخاصة. مثلا ينطق كالضمة غوز. غوز. هنا ينطق بطريقة عادية وينطق كحرف الضمة غوز. حينما يأتي بعد حرف أو حرف إي تنطق وا. مثال على ذلك طوا. طوا. حينما يأتي بعد حرف أو حرف أو فهي تنطق كهمزة ساكنة سر. 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 لدينا حرف أو وحرف أو
هذان الحرفان ينطقان معا كضمة طويلة أو. مثال على ذلك فو. مثال آخر أو. أو. مثال آخر كو. كو. ننتقل الآن إلى حرف بي، وهو يتوفر على حالتان: الحالة العادية حينما ينطق بطريقة عادية، مثلا بيبل. بيبل. مثال آخر هو عندما يأتي بعد حرف بي حرف اش ينطق اف. مثال فوتو. إذن هنا الاستثناء الوحيد الذي ينطق فيه كحرف اف عندما يلتقي بي وحرف اش تنطق كحرف اف. فوتو. فوتو. لدينا حرف كولون، وهو ينطق مثل الكاف. مثال على ذلك كي. كي. كوك. كوك. سانك. سانك. ننتقل الآن إلى حرف إغ. إغ. مثال على ذلك باغ. باغ. غوز. غوز. ننتقل الآن إلى حرف إس، وهو يتوفر على ثلاث حالات: الحالة الأولى ينطق بطريقة عادية كحرف سين، مثلا سوكس. سوكس. ينطق كذلك كحرف السين إذا كانت إس مكررة مرتين، مثلا باسي. باسي. الحالة الخاصة هو عندما ينطق كحرف الزاي إذا جاء بين حرفين متحركين، مثال على ذلك غوز. هنا نلاحظ أن إس جاء بين الحرفين المتحركين أو وأو فينطق غوز. غوز. مثال آخر وزو. نلاحظ هنا إس جاء بين الحرفين المتحركين إي وأو فينطق وزو. وزو. ننتقل الآن إلى حرف تي، وهو يتوفر على حالتين: عندما تنطق تي بطريقة عادية، مثال تات. تات. أما إذا جاء بعدها إي وأو أو إي وأو تنطق كحرف السين، مثال ناسيون. 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 إذا نلاحظ أن تي جاء بعدها إي وأو فنطقت كحرف السين. ناسيون. ناسيون. مثال آخر باسيون. باسيون. نلاحظ هنا أن جاء بعدها إي وأو فنطقت كحرف السين. باسيون. لدينا حرف U. مثال أون. V. مثال فيفغ. W. مثال فاغون. فاغون. X. مثال تاكس. Y. تنطق يو. Y. تنطق يو. مثال على ذلك ستيلو. ستيلو. وآخر حرف زد، وينطق كالتالي زيرو. زيرو. إذا نلاحظ أن بقية الحروف التي رأيناها الآن لا تتوفر على حالات خاصة. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors si c'est utile pour vous, n'oubliez pas de s'abonner, de nous laisser un petit commentaire et un like pour nous encourager. Au revoir !